لنقاش هذا الملف يحضر معنا في استوديو رافدين الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري. أهلا بكم. حياكم الله. أستاذ نظير، كيف يمكن تقييم عزيمة المتظاهرين وإصرارهم على هذه الثورة بالرغم من التعنت الحكومي؟ يعني ما أراه، يعني لا أستطيع إلا أن أقول يعني ما شاء الله عليهم. التظاهرات هي مستمرة في أعدادها ومستمرة بإصرارها، بل هم يعني يعبرون على الإشاعات التي يطرحها النظام بأن التظاهرات بدأت تخف ويقل زخمها بتأثير نفسي للمتظاهرين على أن هذه التظاهرات وصلت إلى حالة الملل، ولكن كل يوم يفاجئنا المتظاهرين بفعاليات جديدة وأساليب للتعبير عن رفضهم لهذا النظام تفاجئ النظام وتفاجئنا نحن حقيقة، وتدلل على هذا الإبداع الذي موجود عند الشباب العراقي، وتدلل أيضا على أنهم خرجوا لهدف ولن يرجعوا إلى بيوتهم إلا بتحقيق هذا الهدف، وهو بإسقاط هذه العملية السياسية وإعادة بنائها بطريقة تحقق مطالب الشعب العراقي. هذا من جهة أستاذ نظير، يعني هذا معسكر الشعب إنجاز التعبير، لكن في الجهة المقابلة هناك ترشيحات لرئاسة الوزراء، هناك وجوه تطرح أو أسماء تطرح جديدة، وكأن هذه الكتل السياسية لا تسمع بما يدور في الساحات والشوارع. كيف تقيم هذه المسألة بين الشارع يرفض كل هذه الأسماء وهذه الطروحات وبين حكومة وكتل ما زالت تتفاعل مع الحالة السياسية؟ يعني نعم، أنا أتفق معك، وربما أفضل تشبيه لهذه البرلمان وهؤلاء السياسيين هم كالنعام الذين يخفون رؤوسهم بالرمال ولا يعلمون ما يدور حولهم. النظام الحالي بمؤسساته من برلمان ورئاسة جمهورية ووزارة مستقيلة هم الآن في الزاوية محشورين وقد تخطتهم الجماهير. الآن نحن ننتظر إلى الآلية والكيفية التي يتم تسليم السلطة للشعب من جديد وتشكيل نظام جديد، نظام سياسي جديد يعبر عن آمال الشعب وطموحاته. لذلك هم يعني كأنهم يصمون آذانهم عما يحدث في ساحات الاعتصام والتظاهر، ويحاولون يشغلون أنفسهم بأن هذا النظام قائم ولا لا محالة ولن يسقط، وأن ما يريدونه هو الذي سيكون. بل بعض تصريحات هؤلاء السياسيين يقول مهما تغير، حتى لو تغير القانون الانتخاب، حتى لو تغير المفوضية، نحن سنبقى. يعني هذا استفزاز للجماهير. يعني الشعب الذي خرج وضحى وسقطت الدماء، هل يتوقعون بهذه السهولة سيرجعون إلى بيوتهم؟ كيف سينعكس بالحديث عن هذه النقطة وعن الاستفزاز والتحدي الذي ترفعه الحكومة في وجه سلمية المتظاهرين، كيف ستنعكس على هذا الحراك الشعبي؟ يعني أنا ربما يعني في بداية الحراك ربما كان لبعض السياسيين فرصة ليظهر يعني حقية الشعب ويخرج من هذه العملية السياسية لكي على الأقل يحفظ ما وجهه ولربما يعفو عنه الشعب. أما هذا الإصرار على التمسك بالسلطة والإصرار على سفك دماء المتظاهرين، هم يلفون حبل المشنقة حول أنفسهم. هؤلاء إذا تغير النظام الجميع سيقدمون إلى المحاكم بتهم القتل وبتهم السرقة وبتهم فقدان سيادة البلد وتهم عديدة لا تعد ولا تحصى. منذ 2003 ولحد الآن لم نجد شيئا إيجابيا قدموه لهذا الشعب. لذلك هم بإصرارهم على التمسك بالسلطة وإصرارهم على تداول الوجود وإعادة تدويرها مرة أخرى، هم يعني يحفرون قبورهم بأيديهم. نعم. طيب نعود لموضوع الانتخابات. يعني أحد النواب قالها صريحة بأن الأحزاب التي تمتلك المال والسلاح هي التي تصنع قانون الانتخابات، وبالتالي هي التي تصنع المعادلة السياسية في العراق. هذا تصريح، وفي هذا التوقيت ماذا يعكس بالضبط؟ أنا أظن هذا الذي قال هذا الكلام هو النائب عبد الله حسن فدعم. يعني أنا نعم. أيضا حتى من, نعم. من نائب اسمه أمير الكناني نعم. وهذا تابع العصائب هو يعني يتحدى بكل صلافة ما يريده الشعب. يقول حتى لو غيرتم قانون الانتخاب وغيرتم المفوضية ستعود الأحزاب إلى الحكم بحكم إنها
تمتلك المال وتمتلك السلطة، يعني بمعنى أنه نستطيع شراء الأصوات ونستطيع بقوتنا أن نفرض ونزور الانتخابات بما يعود لصالح الأحزاب والعودة إلى الحكم. هذا الكلام أصبح من الماضي. الآن هؤلاء الشباب لا تنطلع عليهم أي خدعة، لا خدعة طائفية باسم الدفاع عن المذهب، وبعضهم يقول الدفاع عن القومية. هذا الكلام لم يعد ينطلي على الشباب، والشباب هؤلاء تواقون إلى بناء دولة حديثة، دولة لا تختلف عن دول العالم. بماذا نختلف نحن؟ نحن مواردنا سواء المادية أو الشبابية قادرة على أن تجعل العراق أحدى الدول المتقدمة. لماذا نبقى في هذا التخلف؟ كيف سوف يستطيعون إقناع هؤلاء الشباب بأن يبقوا بهذا الحال المتردي؟ هؤلاء الشباب لا يرتضون إلا يعني أن يكون العراق بمستوى النجوم، بمستوى الدول المتقدمة. لذلك هذا الكلام لا يقنعون به إلا أنفسهم، ولا يدرون ما هو الحراك الدولي الذي يحدث والحراك الإقليمي الذي يحدث. الآن النظام العراقي أصبح مرفوض من قبل دول الإقليم، بل حتى من قبل الدول الكبرى سواء دول أوروبا أو الولايات المتحدة، بل حتى الدول المشرق روسيا والصين تجد من هذا النظام أصبح عال عليهم، ومحاولة يعني ضخ الدماء فيه لإبقائه قائما سوف لن تنفع. يجب أن يكون هناك نظام جديد يتناسب مع دول المنطقة ويتناسب مع المنظومة العالمية. المتظاهرين من جهتهم طالبوا بأن يكون رئيس الوزراء المقبل من المتظاهرين حصرا من الناس التي تتواجد في الشارع ورفعت المطالب وهتفت ضد إسقاط هذا النظام. إلى أي مدى يتوفر هذا الخيار من الكفاءات العراقية؟ لأننا شاهدنا كل الفئات، خرج الأستاذ الجامعي والمدرس والمحامي والطبيب. يعني أنا أرى أن هذا المطلب هو مطلب شرعي. من ضحى وخرج بدمه وصدره عاري أمام الرصاص ربما من حقها أن يرشح نفسه ليكون بموضع المسؤولية، وسوف نثق به. الذي ضحى بدمه من أجل وطنه أنا لدي ثقة بأنه سيقود هذا الوطن إلى شاطئ الأمان. ومن يقول أن العراقيين يفتقرون للكفاءة، هذا الكلام مردود عليهم. الشعب العراقي سواء من المتظاهرين أو من يساندوهم من خارج ساحات التظاهر لديهم الكفاءة لإدارة بلدهم بالشكل الصحيح وإيصال هذا البلد إلى شاطئ الأمان. ومن يقول نحن يعني هذه الفرية التي الآن النظام الحاكم يقول نحن لا نجد من نتفاوض معه، نحن لا نجد من نتكلم معه، المتظاهرون لم يخرجوا لنا اسم، كيف سيخرجون لكم أسماء وأنتم لا تضمنون سلامتهم؟ كيف سيخرجون ناس يتفاوضون معكم وأنتم تقتلون الناشطين كل يوم؟ يعني تذهبون إلى بيوتهم وتقتلون، وأحيانا في ساحة التظاهر تقتلون. الآن إذا يعني يريدون أن المتظاهرين يخرجون ممثلين عنهم يجب أن تكون هناك حماية. وأنا أدعو إلى يعني المجتمع الدولي متمثلا بالأمم المتحدة أن تفرض حماية دولية لممثلين المتظاهرين، وهذا أمر ليس بالصعب. هم قادرون على توفير حماية لممثلين المتظاهرين لكي يستطيعوا إيجاد حالة جديدة للنظام، ولا سيما أن بعضا منهم تعرض للاغتيال والخطف يعني كما هو واضح في الأيام. نعم، الأيام الأخيرة شهدت حالات اغتيال كثيرة لناشطين، وصلت إلى حتى اغتيال النساء وخطفهن. يعني هذا عمل بربري، عمل وحشي لا يقوم به إلا الميليشيات، وقد كان لها تاريخ منذ 2003 هي تستعمل نفس الأساليب مع الناشطين العراقيين. نعم. أستاذ نظير، هناك رغبة إيرانية جامحة لتسمية رئيس الوزراء الجديد، وهذا التدخل الإيراني لا يتوقف، على الرغم من أن الذين خرجوا ضد هذا التدخل الإيراني في الحقيقة، وأحيانا كانوا يسمونه احتلال إيراني للعراق. نعم، إحدى أبرز شعارات المتظاهرين هو يعني أن ينادوا بالخروج النفوذ الإيراني وخروج إيران وعدم تدخلها في النظام العراقي، لكن ما زالت هي تتدخل. بل أحد رموزهم الدبلوماسيين يقول نحن منذ بداية الحراك تواصلت معنا الأحزاب العراقية وبين هلالين
الشيعية يعني أحزاب السلطة الشيعية وطلبت من طهران وبالتحديد طلبت من قاسم سليماني المساعدة في كبح المتظاهرين العراقيين، وهذا دليل على أن من يساهم في قتل المتظاهرين هناك أيدي إيرانية وأيدي أذناب لإيران من العراقيين. لذلك يعني إيران تعتقد أن انهيار النظام في العراق واستبداله بنظام آخر وطني لا يمت يعني بولاء لدولة أخرى سيكون ضربة في مقتل لإيران. يعني هل تعلم أخي الكريم أن إيران تعتمد على العراق وعلى الاقتصاد العراقي لتمويل ميليشياتها في كل دول المنطقة، الميليشيات حزب الله، الميليشيات العاملة في سوريا، الميليشيات الحوثيين، وكثير من الدول هي معتمدة على الخزينة العراقية، بل حتى إيران نفسها وفي ظل هذا الحصار هي تعتمد وتجعل من العراق نافذة اقتصادية لها لكي تستطيع أن تمد في عمرها. لذلك خسارة العراق أو وصول إلى السلطة السياسية شخص غير مرغوب فيه إيرانيا ولا يواليها هذا يعتبر وكأنما انهيار للنظام الإيراني. لذلك هي لا تتورع عن اتخاذ كل الأساليب، بل ربما تريد أن تحرق العراق من شماله إلى جنوبه إذا ما تيقنت بأن العراق ستفقده إلى الأبد. والآن نرى يعني قوات إيرانية تدخل وهناك تحضير حتى من الجانب الأمريكي، ربما سيجعلون العراق ساحة معركة سيكون أكبر خاسر فيها والشعب العراقي وممتلكاته وبنيته التحتية. هذا أستاذ نظير يقودنا لتساؤل عن مستقبل هذه الثورة، ثورة تشرين التي ما تزال متواصلة بنفس الزخم وبنفس المطالب والإصرار عليها أيضا. أنا يعني أنادي يعني شعبنا وشبابنا المتظاهرين، يعني كل ما فعلوه قد حققوا نتائج كبيرة وغيروا المعادلة السياسية في العراق تغييرا كبيرا، ولكن أقول يجب أن يكون هناك تصاعد في أساليبهم وابتكار أساليب جديدة والوصول إلى المرحلة التي يكون فيها زمام الأمور بيدهم. لا ينتظرون من النظام أن يرشح رئيس وزراء وهم يرفضوه أو يعطي حلول وهم يرفضوها، لا، المرحلة القادمة يجب المتظاهرين هم يقدمون الخطط ويفرضون على النظام أن ينفذها. الآن يفترض على المتظاهرين أن يؤسسوا هياكل للدولة الجديدة من برلمان شعبي، من حكومة مؤقتة. نعم. هذه كلها مؤسسات مهمة جدا لمستقبل العراق، ولكي تكون هذه النخبة السياسية هي من تتفاوض باسم الشعب، والأهم من ذلك أن تستطيع سحب الشرعية من هذا النظام وإرجاعها إلى الممثلين الحقيقيين للشعب العراقي. شكرا جزيلا لك الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي.